حجن أولى أنا وصلت وبلش تحدي. بالرغم من أنه أنا بحبها لأي يسار وبحب صوتها، بس نصحتها أنه ما تجي لها الحلقة. إذا أنت عندك ثقة بنفسك هالقد، أنا عندي أكتر بكتير، وطبعاً سلاحي هو صوتي. الحلبة هي المسرح، وعلى المسرح راح تشوفي نقول القصة شو بيعمل الزحلاوي. إذا أنت ابن زحلة أنا بنت صغرتك، خلينا نشوف مين الأقوى. ما في عاطفة، ما في تسامح، ما في حب ولا عواطف، في تحدي ولا محبة. أنا هون لا تحديك، حبك بس مش رح أرحمك. حجة أولى أنا وصلت وبلشنا التحدي. ثقتي بنفسي بتخليني أقول لك إنه ما رح تقدري تضايني حدي. الثقة حلوة كتير بالنفس، وأنا عندي ثقة بنفسي وصوتي هو سلاح اليوم. بقى يا إلي صار بمحبة مضمونة تحدي، هدي إجرائك إذا فيك تهدي. وهلأ خلص الحكي، لقيني على الحلبة، ناطرتك. مع هيثم زياد. مساء الخير. حرب النجوم منا حرب عضلات صوت ابدا، بقدر ما هي حرب نفسيات، وبقدر ما هي بتقدم للناس الذواقه للفن والاصاله اجمل ما ممكن يقطع من فنانين هون مقصرين، وفنانين عندهم جمهور واسع وكبير بالعالم العربي. الليلة رح تشهد هالحلبة حرب ما بين نقول الوسطى وإلي صار. مساء الخير نقول، أهلا وسهلا فيك. مساء النور. مساء الخير إلي صار. نورتوا. شكراً. شكراً. والله عليك مستعد دغري هيك. جاهز أنا. أهلا وسهلا فيكم. أنا جاهز. هيك جاهزة مع هيك. حماس حماس. بلشت. عم تلعبها مش نظيفة إلي صار. مش نظيفة. لأنه مزبطة كتير حالة، وأنا رح تدوبني مش قاعد يغني. لا. نقولها معك اليوم المدربة بنته للشاعر منير عبد النور اللي كتب موعدنا بأرضك يا بلدنا، ندى عبد النور. أهلا وسهلا فيك، نورتي. موعدنا بأرضك يا بلدنا عنوان عريض تغنى بلبنان والعالم العربي. نورتي اليوم. كيف الاستعدادات؟ ويحبي اللي غاب كمان طبعاً. صديقة ست ندى، وهي شعرة كمان عريقة وكلمتها حلوة كتير ومحبة كتير. برافو. شكرا. إلي صار معك حدا مشاغب اليوم أكثر ما تتخيلي، ودائما بقول عنه هيك، وهلأ بدي بلش خفف شوي عنه على المسرح لأنه اكتشفت انه كثير عم ينسب على الفيسبوك. لا لا انا بدي هيك، خليك دايما. هيثم شعبان رحبوا فيه. بحبوني. قبل ما نبدا خلونا نشوف شو ناطركم. ليله نجومنا رح ينوروا ويولعوا مسرح الحلبة. 5 جولات بانتظارهم، والربح 3000 دولار بكل جولة إذا قدروا يجيبوا القافية بسوق عكاظ. يخلطوا ألحان والكلمات بغنية، يبدعوا بالمقام والكلام بمواويل عتيبة وميجنة، ويرجعوا بالزمن غني قديم أما غني عزوئي، فالغنى على زوق الخصم. الفوز رح يكون من نصيب واحد من النجوم، وحزام بطولة وهدايا بقيمة 15000 دولار رح تتوزع على جمعيات خيرية هن اختاروها. ما تتطمنوا بلحظة انه النتيجة محسومة بالغنية القاضية، الرابح ممكن يصير خاسر. ذا رينج، حرب النجوم بلشت وسقف الفضاء. صحيح ان انا هون لنسلطن الناس ولنغني ولنتسلى، بس الهدف من وراء هالجمعه الحلوه بحرب النجوم سامي،
والهدف هو جمعيات خيريه. بدي بلش من عندك اليسار، شو اخترتي الجمعيه اللي رح تقدمي لها هديك اليوم؟ الجمعيه اسمها ستيب توجذر، تعنى بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. نحن طبعا هيثم دائما نحن بشر، نحن الفنان هو انسان قبل ما يكون فنان، فطبعا هيدي المهمات هي مهمات واجبه علينا، انا برايي مش بس بنشارك فيها، لازم نكون على طول هيدا واجب نقوم فيه. جمعية Step Together تعنى بالأشخاص اللي بيعانوا من صعوبات واحتياجات خاصة. هدف الجمعية العمل على تفعيل وتحفيز قدرات ومهارات الشباب والصبايا حتى يكونوا أشخاص مستقلين، منتجين، فعالين وعندهم دور مهم وأساسي بالمجتمع. نتشكر الفنانة أليسار على اختيارها ودعمها لجمعية Step Together ونتمنى لها التوفيق. بدي رحب بعبير حمود من جمعية Step Together موجودة معنا. أهلا وسهلا فيك يا عبير. نقول أي جمعية اليوم اخترت؟ شكلك ناوي على الخير ورايق يعني. أنا لما أشوفك يا حبيب القلب تسلم لي في العمر. بس حاج بقول لك قولي هون ما بينفعوا يعني، هلا ما في برطن ما بينفعوا يعني. بلاهم بلاهم، اعطيني بوسي هذا لكفي الحل. قال لي الحل مظبوط حبيبي انت، خلص الحل. شو الجمعيه اللي اخترتها اليوم؟ انا هلا الجمعيه اللي بدي حارب كرمالها هي جمعيه تعنى لنحافظ على شبابنا ويكبروا صح ببلد صح ويعرفوا انه عنده مسؤوليات وطنيه وانسانيه وعائليه وبدهم يكونوا وجه لبنان المستقبل، هي جمعيه اليازا. لحتى نقول لهم ما تسرعوا، انتبهوا انتبهوا لعيالكم، ما تقهروا امياتكم، ما تيتمونا، خليكم شباب لبنان المستقبل. زياد عقل رئيس جمعيه اليازا. انا كان لي شرف تاسيس جمعيه اليازا بعد وفاه زميلي بالجامعه الامريكيه بحادث سير. هيدي الماساه يلي عم تتنقل من عائله طارق وتنطلقت اليازا لكثير عيال بلبنان، حاولنا نتصدى لها بكل الوسائل وعملنا كثير نشاطات بلبنان وبالعالم ولا نزال، وعم نسعى نشبك قد ما فينا لنعمل قيمه لحياه الانسان ونتجنب خساره الشباب والاطفال والرجال والنساء على الطرقات. نحن باليازا بنتشكر الفنان نقول القسطى يلي هو محبوب الشباب العربي ونحن كلنا باليازا بنحبه، بنتمنى انه يكون موفق بهذه الحلقه. بدي رحب باستاذ زياد عال موجود معنا من جمعيه اليازا، اهلا وسهلا فيك. تنبدا التحدي في طره او نقشه اكيد بتعرفوها. حاج انا بعرف ادبياتك واخلاقك، رح نبدا من عند اليسا. هلا هي بتبلش هيك بتصير. انا اليوم كنت مغير ادبياتي بس ماشي الحال. هلا بعد شوي بتقول له لا اذا بتريد ما تقول شيء انا ما قلته، اذا بتريد بس بما انه قلته شرف. شفتك شفت كيف من عندك. شو بتختاري، طره ام نقشه؟ طره. نقشه. أنا نقشت معك كبير. قبل ما نبدأ التحدي في عنا قوانين هون، المدربين ممنوع ينزلوا، وبحب أقول لك هيثم لأول مرة بوجهك ليدي مهضومة، ف لأول حالك فانتبه إذا مش أول مرة تاني أو التالتة، بس إنه لا معك حدا خطير وشاعر بنفسه. إحنا بنحارب عشان جمعيات، ما تحاولش تأثر علي خلاص. طيب ممنوع حدا ينزل من المدربين. أي واحد. اثنين، عشر ثواني بحق لك تتنازل للأغنية، إذا ما قدرت تعرفها دغري لإليسار والعكس تمام. العكس صحيح. وهي بتاخذ العلامة مش أنت بس. أوكي. أوكي. وثالثاً أهلا وسهلا فيكم، نتمنى اليوم أن نكون عم نعمل جو إلى أقصى حدود وحرب، حرب نجوم بكل معنى الكلمة. قول الله. تفضلوا خذوا الميكرويات مني، هذا سلاحكم، وسلموا سلام الرينج. يا اللي هو كيفك رينج؟ هاي لا انت وياها انا وياها. إيه. لا سلام الرينج هذا اللي من زمان هاي. خذني الله خلايك. شد شد شد. بداية التحدي سوق غاز. بسوق غاز التحدي بيبدا بغنية بتوقف عند كلمة، حنرجع هالكلمة لأصلها والحرف اللي بينتهي فيه هو الحرف اللي لازم النجم بيبدأ فيه أغنيته قبل ما يخلصوا العشر ثواني.
بدي رحب بالاستاذ بسام بدور وفرقته الموسيقية. من عندك مايسترو. بتعاتبني على كلمة جت مني من غير تفكير، بتحاسبني على غلطة ما انت يابا غلطت كتير. بتعاتبني على كلمة جت مني من غير تفكير، بتحاسبني على غلطة ما انت يابا غلطت كتير. ما فيش حساب بين الأحباب، ده ما فيش حساب بين الأحباب، ما فيش حساب بين الأحباب. إن كنت نام صور الود ما انت يا روح جيت للجد، لو عدينا انتو في العد ما انت يا روح جيت للجد، لو عدينا انتو في العد دبنا غيابك دبنا خطي حاجة تعذبنا، دبنا غيابك دبنا خطي حاجة تعذبنا. يا طل علينا مشوار يا مولى النور كتبنا، يا أصل الكلمة بيه. بحبك بحبك يا لبنان. الله. يا لبنان يا وطني بحبك، بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك بحبك. يا لبنان يا وطني بحبك، بشمالك بجنوبك بسألك بحبك، بتسأل شو بني وشو اللي ما بني، بتسأل شو بني وشو اللي ما بني. بحبك يا لبنان يا وطني. برافو. والعاني تحدي وطن عندك. نون نون نا 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 يا نا 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 نسيت هوانا، نا 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 يا نا 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 نسيت هوانا. حبيناها كتير كتير هي حبة جيرانا، حبيناها كتير كتير هي حبة جيرانا. يا نا نا 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 يا نا نا. ألف 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 ألف. إيه يعني غرامك وداني، إيه يعني فارقني ولا رجعني، إيه يعني غرامك وداني، إيه يعني فارقني ولا رجعني. ليه فاكر إن الدنيا بعدك ما فيهاش ولا قبلك ولا بعدك، أنا بيك من غيرك مش فارقة قدامك أهو.
الحج يا ليل ليل لام لام نين لامون اللي غاروا مني وقالوا لي وش عجبك فيها لامون اللي غاروا مني وقالوا لي وش عجبك فيها جاوبت اللي جهلوا فني خذوا عيني ذوبوا فيها لامون اللي غاروا مني وقالوا لي وش عجبك فيها لامون اللي غاروا مني وقالوا لي وش عجبك فيها في خدوا عيني شوفوا فيها ايه شو يعني في اصل الكلمه في ايه يعني ايه في ها واحد ايه العشقين يا للعشقين يا للعشقين يا اربعه يا فيها في اني للعشقين اهل الغرب مساكين اني للعشقين اهل الغرب مساكين عطفين على الايام والدمع يا لسوا يا ليل العاشقين أهل الغرب مساكين يا ليل العاشقين أهل الغرب مساكين عطفين على الأيام والدمع مال العين الله الله شو الوضع؟ حسيتك معترضة ايه في خدوا خدوا عيني شوفوا فيها أصل الكلمة في نعم نعم فيها أوكي. اصل الكلمه في حكم احنا مش عايزين نعترض نعم. طبعا إيه؟ في حكم مع موضوع لا 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 نحن شيء كمان شمعيه اذا بتريد ما تتعاطى مع الحكم عندي عندك الاستاذ انا بيصير في مشكله انت حبيبي عز الدلاوي ها والله حبيبي اول شيء هي اللي اعترضت هو ما اعترض لحظه او يعني بصراحه اكيد بدي اعترض ايه بس انه هو شو عمل عم بيدافع عن الكوتش عم عن فيها الحكم في اخيرا ربنا نصفني في حدا بيدافع عني عم انا بعدي هون عم يتحداني والله بقول لك شيء اجا مني اقرص لك عجينك اليوم قول اه والله هيك طلعت لا مش قصه هيك ما انت مش عارفه في طار قديم انا وياه هو عم بيقول في عم بيقول في حكم طلع ما طلعت ضده انا عم رجعهم لعندك يا اخي لا هو اللي قال لك في حكم مش انت اللي لا هو هو مضطهدني بيكرهني مش عارف في كل الحالات معه حق على كلن على كلن ما بقى تدافع عن حدا ماشي دور النتيجة هلا نقول 1500 دولار اللي صار 1500 يس طلعنا الجو روعة والحماس واضح عند نقولها واللي صار المهم تضلوا رايقين لآخر الحلقة وما تضطروا تلعبوا ملاكمة لأنه حاسس رح تبلش بحب أقول لك إنه حاجة نقولة مخزون موسيقي كتير كبير نحن منفتخر فيه بلبنان شكرا 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 تلميذه أكيد تلميذه عم يحضروه هلا أكيد إيه طبعا شكرا طيب هلا لكل اللي عم يشوفونا بدي أقول إنه فيكم تسمعونا عبر راديو هواكم 90.3 اللي حبوا يظهروا هلا بهالوقت واللي مش مضطرين يظهروا بفضل إنه يبقوا لأنه الحرب بتكمل بعد البريك طلعنا مبسوطين كتير من أول جولة تقريباً كنا متعادلين فيها بس الحق نقولها بقى بدأ يستعمل سحله شوية يبوس هيثم شوية يقول لها لصار أنت حبيبتي يعني رشاوي مستترة كده يعني بس احنا مكفين معاكو وإن شاء الله رب حليم أنا اليوم كنت مغير أدبيتي بس ماشي الحال بلشت عم تلعبها عم تلعبها مش نظيفه اللي صار مش نظيفه احنا بنحارب عشان جمعيات ما تحاولش تاثر علي استاذ انا بيصير في مشكله انت حبيبي حدا بدافع عني عم انا بعدي هون النتيجه كانت تعادل باول جوله بس ما بنعرف كيف بتتغير بالجولات اللي جايه المطلوب ضبط النفس والاعصاب لو قد ما عصبت حج من اللي صار والعكس تمام كنت تضبطوا نفسكم وهيثم بدهم يعصبوا طبيعي هيثم اللي صار ليش معصبك انا بخاف على الاستاذ نقول بده يعصب كثير يعني احنا وقت اللي هنفرق عنه ما تخاف
بس لا 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 ما تخاف ما تخاف مش 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 لا لا لازم يخاف لازم ليك معصب بس على مهضوم ما تعتلهم على الزحلاوي هاي مهضوم انت الجولة الثانية غنيها غنيها هي الجولة الثانية نجوم رح يغنوا كلمات غنية معروفة على لحن غنية ثانية الأداء الصحيح للكلمة على اللحن هو اللي بيضمن الربح والنتيجة غنية ما سمعناها من قبل حرب النجوم اليوم حرب النجوم اليوم مش ضد بعض يعني نحن ما في شيء شخصي بينك وبين الأولى والعكس تمام هو ما عنده شيء شخصي بس في جمعيات في جمعيات بالقفلة ناطرة لتطلع سلتها الماكسيموم مليانة إن شاء الله صح؟ إن شاء الله ما بتعرف شو بيتغير هلا شخصي ما تعتلهم بس أهم شيء جمعيات أكيد من عندك نقول أول أغنية بدك تركب لي أنت معلم لحن كلمات أنت معلم عفوا على مسيناكم مسونا هاي سهلة انت معلم واحنا منك انت معلم تتعلم انت معلم واحنا منك احنا منك نتعلم نسكت انت وانت جود لا من مرضى لا نعيني واللي خلاك ما يفهم يجي له يمو يندم انت معلم واحنا منك انت معلم انت معلم واحنا منك احنا منك نتعلم نتعلم انت معلم واحنا منك واحنا منك نتعلم نسكت وانت وانت موجود لا ما نرضى نتكلم لا ما نرضى نتكلم لا ما سيناكم مسونا عالبوابة لقونا بس سيناكم مسونا عالبوابة لقونا نسكت وانت وانت موجود لا ما نرضى نتكلم لا ما نرضى نتكلم لا ما نرضى نتكلم الله الله برافو 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 يا نقولة خليلي انت المعلم يا نقولة حبيبي انت حبيبي. المعلم شكرا شكرا برافو إليسار اول اغنية من عندك كلمات الف وبيب وبي على لحن الواد قلبه بيوجعه يا دنيا سلامة قلبه مرصاص ومحاية قلم ماس ومحاية ارتب على اللوحة وانتو بتقروا وراي ألف ألف الباب وبوبايه ألف رصاص ومحايه أنا بكتب على اللوح وانتو بتقروا وراي حرف البيبي حرف الألف أمي حرف البيبي صعب طيب
حرام عليك. لا 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 الوقت قلبه بيوجع. انا عارف وباب وباي قلم رصاص ومحاي انا بكتب على اللوح وانتو بتقروا ورا. والله تعال تعال انا بقى نقول اسمع لي بلاصتي بليز. الوقت قلبه بيوجع لا 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 الوقت قلبه بيوجع لا 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 انا بكتب على اللوح يا حبيبي اللي صار. برافو برافو. مش غلط تزكزك هيك. تعرف شو الفكره؟ انا اللي غلطت فيه مش اللحن ولا شيء، الكلمات الف وب ما بعرفهم، ما عرفت قريتهم. اللحن ماشي معنا. لا يعني الكلمات، لا من جد الكلمات ما عرفت قريتهم. واحد يعني واضح حط اللحن. لحظه لحظه اللي صار صعبه الكلمات كمان. ستي حافظه الف وباب وباي ستك. طيب انا ستك عيسام. ماشي مش مسموح. مش لازم اعطيك الكلام، قصدي يعني انه محفوظه. ايه بس انه قصدي هي كلامها ثقيل يعني ما بيتركب، مش هين. زعفي اللي صار. هيدا الدلع بلشنا من عندك حاج. تاني أغنية إلها. لك شو جاهز الحاج على الآخر؟ بس والله العظيم فاجأني عم يجاوب عنك صار آخر شيء. غنيها بسك تيجي حارتنا على لحن لما بدا يتسنى. هاي صعبة. لعباتك هول. تفضلوا شباب. ليك الثقة. بتعرف ليه هيدا هينه؟ انت قلتي لي صعبه لما اعطيته اياها. ايه بس وقت بلش فيها لانه هالقد اللحن محفوظ وقديم وشو ما حطيت له كلام بيمشي. هلا عن جد بلا حجج. يلا معلي معلي. صعب رأيك. اول شيء قلتي لي اياها صعبه. طب اعطيني اشياء صعبه بقى. اول شيء قلتي لي انه صعبه الاغنيه، صح ولا لا يا حاج؟ ما اقدرش على زعلك. ابدا. ما اقدرش على زعلك. لا بس ما الله عليك. رائعه. طيب ليكي رح اعطيك شيء هلا عن جد مش عم بمزح. قرقورك يا بديعه اكل كل الزريعه. انا بربكم هيدا الشيء على مثل الحبل رفيعه. لحظه على سافر من غير وداع. لا 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 عبد الحليم اذا بدها مساعده. المقطع اللي هو بيقول يا لحظه المقطع 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 اللي بيقول ومن النجيب الصبر. حلو كثير منك اللي صار. لا ولا صعبه هاي كثير. مش صعبه. يلا ثلاثه ما حعرف. اربعه تعرفيها اللي صار. من عند سافر من عند سافر من غير ما يودع. ايه من غير وداع. سبعه قول يا هيثم.
نورك يا بديع أتلوزة. إلي صار خلص الوقت. صعبة. يلا يلا. نولا. نولا. نعم. جرب من عندك. بعطيها الأولى. بعطيها الأولى. شو حتقولها؟ تفضل. شو هي؟ أرورك يا بديعة. أرورك يا بديعة. أرورك يا بديعة أكل كل الزريعة. مدري أنت فليتي مدري الحبل رفيعة. كمل لك المقطع اللي بعده بيقول أرورك يا بديعة أكل كل الزريعة. مدري أنت فيلتي مدري الحبل رفيعة. أرورك يا بديعة أكل كل الزريعة. حلوة. الله. برافو إليسار. برافو هيثم. لا أنا هيدي اليوم العاني. إيه لا هيدا الشيء. طيب هيدي عندنا ثالث أغنية لألك حاج. نعم. وآخر أغنية بفقرة غنيها ألك كلمات زوروني كل سنة مرة لحن يهوي ذلك. معقول شو بطل بهالفقره ومش معقول شو دارس الموضوع صح. لا والله بطل كل الحريف حريف صح بس مش دارس. انت بطل بكل الفقرات. شكرا شكرا حضره الكوتش. انا بتشكرك هذا دعمك المعنوي. فشل ذريع طبعا. لا 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 لا, لا, لا. ابدا لا بدها شويه تركيز يعني لما انا عم غني لك اياهم او انت عم تعرفي كيف تغنوا عم تحسيها مزبوطه الموضوع كثير حلو. يمكن بدها شويه تدريب بس انا بحب سلطن على الكلمات واللحن. تركيز تركيز وهيدي صوتني مثل ما بدك بيطير وفرع يا ابو شار وغيري اللي بدك اياه. اغنيه ناري نارين هشام عباس. فرقع يا ابو شار ما بيصير
إلا إيه منيحة بس أنت حسيت إنه منيحة يطير آخر شيء عن جد زبطت معك طيب إذا النتيجة 1500 أولى 500 اليسار نعمة كريم تقفونوا للحاجة لإلكم نعمة نعمة نرجع منذكركم ان الحرب الليلي مش شخص لشخص مش محسوبه يعني بيناتكم كاصوات وكهيك الحرب هي بس لانتم عم تحاربوا للجمعيات الخيريه لحتى تاخذوا اكبر كم هدايا لهالجمعيات الموجوده واللي عايشه على اعصابها بذكركم انه حرب النجوم بتتابعوه بذات الوقت عبر هواكم راديو 90.3 اف ام مش قادر اعيش كلمات والحان نقول القصه حلبه حرب النجوم لك حاج تفضل يلا حسيتك قطعة مني طلي ويا ريت بتفتح لي بواب الجنة ونعمر بيت حجار وحب وحن ونكفي العمر تنصبح ختياري مش قادر أعيش من دونك أنا جناحي نتعامل معهم بكتير من الدبلوماسية ومش مقويين لهم أبداً أبداً الدوز
يعني لو الحاج بده يقوي الدوز يا ويلي وين كانوا صاروا ما بعرف. جاي من زحلة وصوته كتير قوي، وإذا هيك يعني أكيد نحن ربحانين. بعد البريك انطرونا. إن شاء الله ما بتعرف شو بيتغير هلا، شخصي ما تعطي الهم، بس أهم شيء جمعية. أنت المعلم يا نقولة. حبيبي. أنت المعلم. أنا اللي غلطت فيه مش للحن ولا شيء، الكلمات ألف وباء ما بعرفهم. كلمات. ستي حافظة ألف وباء وباء. ما أقدرش على زعلك. الأجواء والعانة عنا بصراحة ضيوفي مشاغبين فنيين إلى أقصى حدود، بس رائعين ونحن كتير مبسوط بوجودهم. شكراً. مبسوطين بوجودهم. نحن أكتر. مبروك على الغنية الجديدة حج. شكراً. الله يبارك بعمرك. ها بلشت برطيل. لا بلشت برطيل. أنا بحبه هو بيعرف ما مش ضابطة اللي كتير نتقاتل مع بعض. بدي رحب بكل اللي عم يشوفونا بلبنان، بمصر، بالأردن، بسوريا، بالمغرب العربي، مطرح ما كنتوا. بدي خص بالذكر كمان أرجع الجالية المغتربة بكل البلدان اللي عم يحضرونا. 100% طبعاً. وجه تحية لهم. أكيد. نتيجة لهلأ للجولات اللي مرقت 3000 لك نقولها، 2000 اللي صار سافر. أيوة حلو. أوكي. هيدي أكيد مش نتيجة نهائية بعد، في أكثر من جولة بعد قدام، والحرب بعدها مفتوحة بحرب النجوم. وهلأ منوصل لفقرة مواويل وعتابة وميجنا. يا بيي يا بيي يا بيي يا بيي يا بيي يا بيي. بمواويل وعتابة كل نجم حيغني أولاً موال أو عتابة فيهم كلمة معينة، ثانياً موال على مقام محدد، ثالثاً بيتبادل مع خصمه رديات والرد المطلوب سريع وعلى القد. مش مشكلة الربح والخسارة، المشكلة بالجمعيات الموجودين معنا اللي أوقات بحس أنا بتطلع شمال يمين بلاقي واحد هيك زعلان مثلا مبسوط كتير، واحد هيك عرفت كيف قاعد يعني. لا بدنا الكل. في ناس قطعت بلشت كردة ما تعرف فكرة، ما رح أقول مين بس. إيه جمعيات طبعا جاي إنه واصل. يعني نحن إنه هيدا دليل صدق لما جمعية بتحسيها متأثرة بالناس اللي عم تشتغلها والناس اللي عم تساعدها، أكيد هذا دليل. رح نعمل المستحيل طبعاً. بس بالجمعية اللي عندنا عم اثنين رح يروحوا ربحانين، حدا أكثر من حدا مش هيك؟ إيه. أوكي. إيه. دي أوكي. في ربح الاثنين. أوكي. من عندك نقولها، بدي موال بقلبه كلمة جبل. سول. جبلنا بدم نطرب وجبلنا مهما الدهر غطبات وجبلنا جبلنا بدم نطرب وجبلنا مهما الدهر غطبات وجبلنا منبقى هون منبقى بلبنان منبقى بالوطن العربي جبلنا تراب الأرض أغلى من الدهر أوف أوف يا بابا والله عليك يا حاج الله شو بحب قرارك حبيبي بحب القرار عندك الله يسامحه جوابك حلو بس بحب القرار عندك الله يسامحه الله يسامحه الله يسامحك من عندك اليسار
بدر، اعطيني موال بقلبه كلمة بدر. اثنين، ثلاثة، يا أربعة. يا قمر مشغرة فيها. يا بدر. خمسة. يا قمر مشغرة. ايه برافو. يا قمر مشغرة القمر، قولوا يبقى مضوي وقمر ليطال عزو حدا وليسيب وشو طيب. الله 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 الله. يسلم هالتم. شكرا. حافظة شقفة من الأغنية اللي وراها؟ خطة آدم قم على الأرض هتعرف انتو الأحبة والقوم الصدارة. خطة آدم قم على الأرض هتعرف انتو الأحبة والقوم الصدارة. خبطت آدمكن على الأرض هالدارة هالدارة هالدارة. هاي فينا هون ما في. الله عليك. الله الله. مقام بيت من عندك نقولها. أعطينا دوسة بيت تاخدوا صول هلأ هون عبيت موه. أعطينا بيت صول دوسة. بس سول سول انت بدك تقلي شو البيات. الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى. الحب لا تحلو نسائمه إلا إذا غنى الهوى ليلى. إلا إذا غنى الهوى ليلى. إليسار. الله أبو حزم. الله. إليسار. بس أنا لاحظت غنى ما أغنية مش موال صح؟ لا قلنا بالأول هو بدي أقول هو درجة. أنا بدي اللقاء سلم سأل السلم وعطاني شي بيات وبصراحة هي بتنقال يعني كذا مطرح انقالت مثل موال. هالشيء بتعرف شو بدي أعمل أنا يعني بس ايه. لا ما تعملي مثل ما عملت. ما تنقلي يا عم بليز ما تنقلي. طيب أنا عادة بحب النهواند. وأنا بحبه كتير أغانيه بصوتي. بدنا مقام نهواند دوسة واحدة مايسترو إذا بتريد. خلوهم اثنين. لا لا مش اثنين. وحياتك وحياتك يا حبيبي أريح قلبي معاك.
وحياتك يا حبيبي أريح قلبي معاك. قولوا بالحب معايا وتعبت وتعب الشوق برافو برافو. كانوا بدك تفوتي بالغنية كنتي هيك عفتي. طيب هيدي حرب بهالفقرة بيناتكم اثنين، بس مش عم نسمع مويل صرت عم نسمع شقف من اغاني بصراحة. بدنا مويل، هيدا مويل. انت مالك الارتجال، شو بدك لنعمل؟ اوكي اعطيني كلمة غياب بينك وبينها، بنبلش من عندك حج مويل، غياب من عندك بتردي له كلمة غياب. 1 2 1 2 ايه كلمة غياب بقلب مويل. غياب غاب غابوا ولا غياب غاب بس. غياب غابوا غايبين اي حاجة فيها غياب. 2 3 انا اذا فيني هو يلا 4 طال الغياب طال الغياب عن بلادي طال الغياب عن ولادي طال الغياب طال طال انه هيدي شكلك في شيء مشروع اغنيه او شيء عم تكتبه انت هو من كلماتك. هذا ارتجال. تفضلي بس برافو، لانه في شيء كانه مسافر كتبهم هول الكلمتين. ايه. مش بالسفر كتبهم، هلا طلعتهم. يلا برافو عليك. غياب. من عندي غيابك مش بريء، غيابك مش بريء. 2 غيابك مش بريء، غيابك مش بريء، غيابك مش بريء، غيابك مش بريء، غيابك مش بريء. غنية ملح ملح بركات هاي. اوكي بس هاي غنية. طيب شو ما هو عم بغني؟ لا هو ألف كلمتين ثلاثة طال الغياب عن بلادي وعن ولادي وقلت النويل وعن عرفتي كيف. طيب شو شيء ثاني يعني؟ بدي كلمه فيها غياب. هلا راح الباس من عندك، بدنا نكمل، راح يطلع عنده غياب. مويل 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 بعدنا مويل. ايه مويل رديه بيناتكم. غياب غياب بس قطعت يا هيثم. يلا حضري حالك، استنى عم الحق. شو عم الحق؟ هو ما اغني مش هي خسرت حبيبي. مش مسموع. ايه الفه هلا بدك تلف غياب. طب وانا الفت غيابك مش بريء. لا هيدي العقوبه. حلوه طلعت بس نو بلا حلوة. مين؟ طيب يلا ما خلونا ما نضيع وقت. يلا من عندك غياب. 2 هلا 3 بلشنا هلا. 4 5 6 غياب الحبيب. غياب الحبيب
حظ ونصيب لحظة زعل لحظة عتاب لحظة زعل لحظة عتاب لحظة عتاب بتجيب بتجيب الحبيب غياب الحبيب. والله والله مش اذا بدي اقول غياب ولا حبيب، اذا بتشوفي شو عمل هلا، عمل مدرسه سيجا وكمان. طيب اول شيء انت عم تحكي مع ملحن كبير وبرمي ورجع، يعني هاي الجمله بياخذ منه. طب اعطيني اذا بتريدي معلش هلا انا بعدين بقر. لحظه هلا هو لحديت هلا عم يجرب يعمل شيء، انت بدي اياك تعملي شيء. طيب يلا رح اجرب. اثنين يا غايب عني سنين اوكي وسايب في قلبي حالي. سبعه يا غايب عني سنين يا غايب عني سنين يا غايب يا غايب عني سنين وتارك بقلبي حنين حبيبي حبيبي اللي انت وين تخلي بقلبي بدل الله بعرفك بتكتب مصري بس فت على اللبناني. انا عم قلها مصري عم بقول لبناني. برافو برافو منيحه الفكره. يعني عرفنا اليوم عملت شيء برافو هيثم منيحه عملنا الاكل لنا النهارده. لا حلو حلو لا برافو اكيد حبيته. شفتي كيف اللي صار؟ شفتي كيف؟ ما هو هو المهم انه نجرب نعمل شيء 100% 100%. خلصت هالجوله اذا النتيجه تعادل 1005 اولى 1000 اللي صار. زفي شو شلت؟ طب اضطهدنا شلت غيابك مش مبارك. كمان في وحده وين؟ في وحده في وحده كنت ظهرتي ولا نحن عن جديد؟ طب احنا اذا بنخسرك طيب انا مالي انا لحظه ما فيش عزعله لحظه بس شو حاجة؟ اللي صار حبيبتي شو حاجة؟ لا اعطيها عل اعطيها عل شو عم تقول لك انا دغري برمت وجهي كمان برمت وجهي زعل ولا عم تسنحي لي على بوسي؟ لا بالعكس اوكي يعني شايفك مرتاحة كثير قاعدة طبعا طيب ما مريحة ليه؟ مرتاحة مع الحاج ما بدي أكون مرتاحة مرنتني منيح بالبيت إن شاء الله تدوم الراحة مش هتدوم كثير الراحة اللي أنتم فيها فرجونا كثير ما فرجونا لا 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 احنا بنعمل معك الواجب بس في الأول آخر محاولة بتجنن أوكي يلي بالبيت عم يحضرونا على الجديد نوجه لكم تحياتنا بتمنى تكونوا مبسوطين وسعداء بهالحلقة واللي بالسيارة أو اللي ظهروا اضطروا انه يظهروا 90.3 راديو هواكم افتحوا الراديو رح تسمعوا اغاني ضيوفنا اثنين تسمعوا الحلقه وتسمعوا اغاني لهم كثيره كمان وهلا بنسمع على حلبة حرب النجوم إلي صار تغير حتى الكلمة الحلوة ما تتنى كل شي تغير يمكن اسمي ما عاد بيخطر على البال ما عاد شمسي تفي ولا عاد حبي يكفي ويلي الضحكة كانت وين وين قمري ليل الغربي
تغير دقت قلبك ما عادت هي هي كل شي تغير نظرة عينك عني صارت ملهي ما بعرف شو اللي غير فيك شو بعد شو اللي بيرضي يمكن حلمه ولازم فيه كل واحد منا بطريق غيروا قمري ليل الغربة كان طوتني وعي واللي بحبه قد العالم غير حبه هم بتاعي واللي معقول ولا عتابة؟ نقولها صعب، نقولها صعب جدا. معقولة قبل ما هيثم بيقول الموال بيكون اكن حطه بجيبته. يعني ما شاء الله عليها. بس برضه كل شوية يعني يقعد عند اليسار ويبوسها وكده وما بيخليناش نركز في الحق. هي ما وراهاش راجل هي يعني ولا ايه في ايه؟ ايه ده شوية برضه هتتغلب في الآخر. اصبر. بس انا لاحظت غنى ما اغنيه مش موال صح؟ لا بدنا موال هيدا موال انت مالك الارتجال شو بدك لنعمل؟ اوكي هيدا ارتجال تفضلي بس برافو لانه في شيء كانه مسافر كتبهم هول الكلمتين مش بالسفر كتبهم هلا طلعت انا دغري برمت وشي كمان لك يا اولاد مرقوا كانوا حلوين كثير بس بدنا العزيمه تضل بهالهمه والجو يكون والعان بعد اكثر لانه اقل غلطه بتروحنا وبتخلي الجمعيه تزعل لا كل شيء للجمعيه يعني ما تنسوا انت عندك ستيب توجذر لممثله بعبير حمود اهلا وسهلا عن جديد واليازه خينا زياد عائل عندك حاجه نقولة ابو زيز ابو زيز مبسوط كذا عرفت كيف يا بابا ضحكي وين لانه اخذ له بالقفله انت لحديت هلا اخذ له ابو الزيز 4500 الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما بدي اشوف وجه ستيب توجذر مع 3000 لا يلا يلا خير يلا قول الله يلا يعني 4500 الحاج 3000 ايوه حاج اليسار هذا مجموعكم لحديت هلا ما بنعرف شو راح يصير بالختام طبعا بدي اذكر انه في الاغنيه القاضي ممكن تغير كل المسار تبع الحلقه اوكي وهلا غني قديم بغني قديم حيسمع النجم 10 ثواني من موسيقى أغاني قديمة وعليه يحضر اسم الغنية غنيها ويجود من عندك مايسترو اول اغنيه لنقولها برأس
رقصاتك بتجودي. قولي لي كلمة بتسميلي، قولي لي كلمة بتسمي لأشوف الدنيا نيلي بخسرك. أول أغنية لإلي السار من عندك مايسترو، والعاني إلي السار وشكلها بلشت تعرفي. مصر وعامل لي فيها كوتش. لا شوي نسمع وعم يقرا الكلام كمان. كوتش ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ شوف قرب تعالى وقرب بص. كوتش قرب تعالى وقرب بص. ده انا من بعدك خسيته النص. شوف من عندك تاني اغنيه مايسترو الاولى. حلو المطرب يكون كريم ما يكون بخيل. انه عرفت كيف غني لي شقفه هيك وبعدين ميرسي فليت حبيبي انت. والله انك كريم. هيثم يسمعوا العليل يشفيه. انتوا عم تنسوا شغله انه نحن حد شخص عنده حضور ملحن ومطرب من الطراز الاول هو اسمه هيثم زياد. الله يا استاذ هيثم طبعا. تاني اغنيه مايسترو من عندك لاليسار. يا مايسترو بليز ما تصعب بليز. هو من ايه هون على فكره؟ ولا يا سعيد ولا يا سعيد ولا يا سعيد
الحمد لله اللي صار ضحك سني. طيب هيدي الجمعية بصراحة. بس أنا رديتها. لا ألو بتحكي جد؟ قدام الحاج عم تحكي هالحديث؟ معلش لا لا هلا بيصدقوا الجمعية هلا بيصدقوا ما حدا ردني أنا حفظ أنا كبير. آخر أغنية من عندك لنقولها مايسترو. اخر اغنيه لعلك اللي صار بدون ما ناخذ نفس. صعب هلا صعب هلا تريد غطى الثلج ثلاث ارباع البيت وعيش زمن بدني كان النظام غطى الثلج ثلاث ارباع البيت وعيش هيدي عمق وبساطة عن جد حبيبتي هيدي عمق وبساطة هيك الأجواء بيناتنا اللي هي مبنية على التفاؤل والحب بين بعضنا عم نغني طبعا الحمد لله الحمد لله على كل حال جولة غني قديم كانت بصوتكم بتطير العقل بصراحة شكرا شكرا وهيدا والنتيجة إذن أيوة وبتستحقوها أكيد أيوة 1005 إلك نقولا 1005 إلك أوه أخيرا ايوه مبروك لا
تستحقيها. لا نعم شو حبيبي 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 اهلا اهلا حلوه المحبه صراحة حلوه طبعا من انا بيني وبينكم بالاخر بدي اشوفكم هيك عم تسلموا على بعض ما تعتل ما تعتل ما تعتل خليك انت ما تعمل حسك زدنا حبة وما بعرف شو عنده روح رياضيه اروحهم رياضيه عالم ممتاز هيدا المهم ونحن بنحيي بالنهايه وبعدين احنا كسبانين لسه 1500 طبعا اكيد ولو حلوه المحبه ما فيكم تزيدنا حبه اصلا نحن كسبنا وجودكم يعني نحن بنعطي تحيه لمصر الحبيبه بوجود خينا وحبيبنا حبيب قلبي طيب انتبهوا بعد في جولة أخيرة قبل الأغنية القاضية وما تنسوا أنه فيكم تتابعونا عبر هواكم راديو 90.3 FM الحرب بتكمل بعد البريك هالدنيا فيها خسارة وربح والأرقام كلها بتدل أنه نحن اللي ربحانين أنتوا شايفين والحاج بيرتجل بيغني وبيألف وبيلحن وكل شيء وكيف ما بده يربح بس عن جد حرام هني انا بتمنى لهم الحظ خايف عليها لأليسار خلينا نشوف شو بده يصير شو بقول لك يا هيثم اذا ما عندك كلام قرب تعال وقرب بص شو قربت على ورا بوس؟ ده انا من بعدك خسيت النص شوف ما تعتل هلا ما تعتل هلا ما تعتل خليك انت بلا ما تعمل روحهم رياضيه رجعنا من البريك وهيدي الجوله الاخيره قبل الاغنيه القاضيه اللي بتحدد اسم الرابح مين هل سيكون الاولى ام اليسار اليسار ام الاولى كل مين عم يرفع ايده هلا لا الحاج راي بورة. الجولة الأخيرة غني عزوي غني عزوي بهالجولة كل نجم اختار لخصم 3 أغاني تيربح المنافس بالجولة لازم نسمع منه مقطع كامل من الغنية بدون أخطاء بالكلام أو اللحن اللي صار نقولها محضر لك 3 اغاني وانت محضرتي له 3 اغاني ان شاء الله تكونوا دايرين بالكم على بعض الى حد هلا هلا بنعرف شو حاج انا كل شيء بيعمله ولو كان في شويه اساوي بس في محبه ايه كيف هي بس بتصير كيف هيدي اي ساعه كيف هي لا حلو من عندك اول الله يستر من عندي انا ايه اول اغنيه لالي صار خففها حجاز الضوء اعمله معروف لا 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 هي نعم انت بغنيها بقلها سوري سوري لا 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 لحظه اوكي كنت عم بدو غني بدو تغني كل حلقة في غني ما بقول لا مش هيك ما قلت لك منه بخيل كريم بس طيب شو بتحب تسمع بصوته الله يستر تركوني اهلي بهالليل كيف هيدي بس ما بعرف ابدا تركوني تعرفي هل متوقعه تكوني تعرفي ثلاثه اربعه ما تعرف ما بعرف زكي نصيب ولا شيء من عندك حاج بدك تغنيها بس حلوه رح تحبيها تركوني اهلي بهالليل تركوني وراحوا لا انا ارتحت بسفر الليل ولا مجدلة مش غلط مجدلة برافو تحية لألك تحية لست مجدلة بأغنية كتير رائعة وقديمة من عندك اللي صار أول أغنية لنقولها وانتبهي صعب لك إياها بسلاسة ما بعد عم يحل عرفت أنا مش صابت له كتير بس أنا زعلت إنه كل زي ما صعب لك إذا ما يلا بسيطة بسيطة هينة من عندك لا أنا أهيند غابة شمس الحق إيه هينة كتير ولو صعبة هينة كتير لا مش صعبة برافو شوف قد إيه بحبك أنا
بدي غيرها للورقة. عباد فجر غروب صدر الشرق انشق سكرت الدروب بنرفض نحن نموت قولوا له رح نبقى بنرفض نحن نموت قولوا له رح نبقى أرضك والبيوت والشعب العم يشقى قولنا يا جنوب يا حبيبي يا جنوب يا حبيبي يا حاج يا هلا من عندك تاني اغنيه لاليسار خففها يا ويلك هلا رست عدو عم تعطيها المقام طبعا انت بغنيها بنسى اللعبه انا اوكي بترحلك مشوار ايه لا ها مقبوله منيحه مقبوله مقبوله بترحلك مشوار قلت لا ريت او بترحلك مشوار قلت لا ريت قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق الدار قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق الدار خليني من الباقي قلت لك مشوار قلت لك قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق الدار قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق الدار قلت لها بطل خليني من الباقي الله الله طبعا حلو منيحة دير بالو عليك لا هيدي مقبولة من عندك ما تفوتنيش أنا ما تفوتنيش أنا وحدي ما تفوتنيش أنا وحدي طبعا طبعا ما تفوتنيش أنا وحدي ما تفوتنيش أنا وحدي ما تفوتنيش أنا وحدي أقدر حيدي ما تخليش الدنيا تلعب يا وبيك ما تفوتنيش انا وحدي اقدر حبيبي ما تخليش الدنيا تلعب يا وبيك خلي شوية عليا وخلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليا اختيارك لنقولها لانه نقولها عاده قليل ما يغني مصري وما تفوتيش انا وحدي اغنيه كثير كبيره ونحن بنحب انك تغني هيك الوان من وقت للتاني بصراحه طبعا يلبق له ايه احنا خليناها علينا خلي بقى عليك شويه يلا ان شاء الله يعني مش عم نحكي هيك الليل مجموعه وقاسي عليكم هاي الخامه كمان تغني مصري بصراحه يلا نوعدكم انه لحن جديد من الحان هيثم زياد مصري لنقولها القصه اكيد ايوه اكيد اكيد من عندك؟ من عندي أنا؟ خليها شوية عليك ها؟ من عندي نعم؟ خليها شوية عليك شوف أنا قديشني حنونة وطيبة وآدمية طيب نقي لي أحلى زهرة الله شوي شوي ألو فراشي نقيلك زهرات البقل الشقره على شعرها تشكيلي نقيلي احلى زهره يا فراشي نقيلي زهرات البقل الشقره على شعرها تشكيلي لا 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 ل
عم يعملوا فينا اليوم ضيوفنا. اخر اغنيه من عندك لنقولها حنين. هلا هي مفروض انه تكون انت اكيد تعرفها، بس ما بعرف اذا بتعرف انه عم تعملي لي مقدمات. صبرت يمكن صبرت لاخر اخر اغنيه شوي. لا شوي، انه هاي شوي تحزوره. تفضلي حنين لسيد ورده. نعم. روح واحد اثنين يلا يلا حنين. ما حنسى نو ما ساعدونا على هالقد. سبعة ثمانية تسعة حوريك عندي غدر فيها يا بي نطرت لاخر الشيء. عرفت كيف؟ اذا خلي مرة لي هوديك انا وحدي صعبته انا وحدي. غني هذا بتريدي حنين 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 انا دايبة فيك حنين انا دايبة فيك حنين الغربة توهتني لكن ما غربتني عن طول السنين شايلة فيني العيني عيني واللي بينك وبيني أشواق كل الأحبة وحنين المحرومين أي عيني شايلة فيني العيني عيني واللي بينك وبيني أشواق وحنين المحرومين يا عيني وحنين المحرومين يا أنا من حنين يا أنا من صوتك يا لسان يا أنا من صوتك لأنه بعشق صوتك أصلاً وعرض هالخامة سلم الصوت اللي قليل نسمع هيك خامة عريضة بالبنات حبيبي على الساحة. حبيبي النتيجة بهالجولة تعادل. مين قال هون تعادل؟ مضبوط تعادل لاثنين. هلا ألف دولار بألف دولار شو؟ واحدة بواحدة. بدك تسبقيني؟ لا أنت بعدك سبقني من قبل عم بحسبها أنا. عن جد عم تحسبيها؟ رح قلكم هلا رح قلكم ما تحذروا هلا شمال يمين رح قلكم النتيجة النهائية. نقولها 7000 دولار. الله الله منيحة الفكرة هلا. حلوة 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 حلوة. اليسار 5500 دولار. منيحة حلوين. أنا والله مبسوطة. مبروك مبدئية إلك. ليش فرقت على الفيلم؟ مبدئية. أوكي. مبدئية لأنه هلا الأغنية القاضية. هلا اليسار نقولها اسمعوني منيح. تنعطي فرصة لك اليسار تزيدي رصيدك وكمان نقولها لنعطيك فرصة انك تزيد وتطلع أكثر من اللي معك مجمعون في الأغنية القاضية. هلا بدك تسمحي لي هو بده يختار لأنه بلشنا من عندك وأصلا هو الربحان والسقف عنا 4000 دولار. طرة أو نقشة؟ نقولها طرة. هيدي طرة هي نقشة. طرة. نقشة. طرة. من طرة فردون طرة. 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 طرة ايه. نقولها بدي اقول لك شيء، فيك تراهن بألف، باثنين، بثلاثة، بأربعة آلاف، بدك تفكر كثير منيح، لأنه أي مبلغ رح تراهن فيه في حال ألف واحد ألف واحد ألف لحظة اسمعوني في حال عرفت الأغنية في حال عرفت الأغنية بتاخد يلي رهنت فيه يوم من اليسار وإذا لا هي رح تاخد منك المصريات اللي أنت مراهن عليهم يعني بينتقلوا دغري لحسابها مش ضروري تغنيها هي مجبور أنت تغنيها إذا ما غنيتها كلها تخسر المذهب. طيب في استشير؟ استشير طبعا ألف ألف. بدي استشير ألفا. زياد عم بيقول ألفا. أنا استشرت كوتشي
استشار زياد عقل، استشرت كوتشي كوتش، واستشرت زياد عقل اللي هن اصحاب الحق بهالموضوع. اوكي، لحتى ما نكون عم نخاطر ونلعب قلبك قوي يا ابو الزوز. ها، 2000 خير الامور اوسطها. اذا نقول الاستا راهن بالاغنيه القاضيه على 2000 دولار من عندك مايسترو. مبروك. نقولها فضل اللي عندي. مبروك يعني بدي اطلب ممثلي الجمعية تاني تفضلوا لعندي. الف مبروك لك. نقولها 9000 دولار، واليازا ربحت 9000 دولار اليوم، 3500. الله الله الله. لا ستيب توجذر. شكرا اليسار، شكرا نقولا، الف مبروك لكم. مع ختام كل حلقة منحس إنه مشبعنا، بعد بدنا أكثر نسلطن وننبسط بأجمل الأصوات يلي عم تكون وصلت لنهايتها. حلقتنا كثير ممتعة، لاقيكم بعد أسبوع. تصبحوا على ألف خير، والختام بتركوا لنا أولى الأسطى والي السار. دخيلا ودخيلي شوف الدنيا.
بلسم قلب الشام. يا بلسم قلبي الشاكي لتجافي الليل.